أهدي إليكم هذه الهدية التي هي أغلى من كنوز الأرض، فاحفظوها وحافظوا عليها وأشيعوها بين أهلكم وبين الأحبة والناس. ورد في حديث صححه الحافظ ابن حبان، ما هو هذا الحديث؟ اسمعوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفر الله له ذنوبه. اسمعوا، انتبهوا، غفر الله له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.